ماتش ايه ده؟ ده منتخب الجيزه لابسين لبني اشرف نمر 14 ومنتخب القاهره كان ساعتها منتخب القاهره فيه محمد يوسف كابتن محمد يوسف وكابتن وليد صلاح عبد اللطيف وليد صلاح الدين ويحيى نبيل مع منتخب الجيزه منتخب الجيزه كان فيه يحيى نبيل وتامر عبد الحميد الباك رايت واشرف وكان عصام عبد العظيم الباك الجون بتاع ترسانه كان هو الجون راح الزمالك اشرف سنه قعد سنه ونص وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين اشرف اصله عمل جي سي فخلص مدرسه بدري قوي خلص هو مثلا عنده 16 سنه تقريبا او 17 سنه 16 سنه تقريبا فدخل الجامعه بدري ودخل طيران وقدم في تجاره في الاثنين في نفس الوقت وهو عنده 16 سنه ولا 16 ونص بعد ما خلص يعني خلص بعد خلص مدرسه هو عمل جي سي كان ساعتها جي سي بتبقى نط سنتين فدخل الاثنين مع بعض فكان طبعا صعب قوي انه يكمل كوره مع الحاجات دي يعني. اه حازم بس انا شايف اختلاف في طريقه اللعب رهيب وينج ليفت على الواقف تعمل كده ترقص اثنين ثلاثه بس انا شايف مشاوير ايوه جوالي كان لسه صغير وفرحان عمال يجري في صحه ازيك لا لا ده بيلعب برضه زي كده على الشوكه والسكينه بس هو هنا كان لسه صغير وكان بقى فرحان لسه اول مره منتخب يعني طب ايه حكايه رقم 14 انا شايف اشرف لمسه 14 طب انت ايه قصتك مع رقم 14 ازاي بدات اولا طبعا كابتن جمال حميد بالنسبه لي انا بحبه جدا وكابتن حسن شحاته طبعا قبليه كابتن حسن شحاته اكيد احنا كزملكاويه او كاي حد بيحب كابتن حسن طبعا بالنسبه لنا كان رمز كبير جدا وانا صغير وشايف حسن شحاته وبتاع وبعدين لما كبرت شويه كابتن جمال بالنسبه لي حاجه مع ان كابتن جمال يعني. انا بحب جمال حاجه ثانيه ستايل مختلف خالص غيرك لا لا مش انا بحبه بقى كزملكاوي بيجيب اجوان هو كان كابتن جمال بيجيب اجوان غريبه جدا ويطلع فاولات يحط كده ويحط كده فكنت بحبه جدا فحبيت 14 بس طبعا نوين انا اخد 14 في الزمالك وانا لسه طالع جت ازاي بقى؟ لا جت ازاي بقى لما رحت المنتخب وكرول راح مدينه 14 مع المنتخب ليه اشعارات كرويف قال لك انت لعبك زي كرويف كنا في مطار القاهره ومسافرين رايحين جوهانسبرج وكان طبعا بقى انا مبسوط اني طالع مع المنتخب كانت اول بطوله ليا يعني فكرول في المطار وكان معانا الله يرحمه كابتن صادق عبد المنعم كان الاداري بتاعنا فلقيته بيقول لي انت هتلبس كام في المنتخب؟ فقلت له كوتش اي حاجه انا مبسوط اني في المنتخب اي حاجه قال لي لا انت هتلبس 14 انت 14 زي كرويف وانا بحب كرويف وانت زيه وكده شويه فهديك 14 فانا انبسطت جدا ان انا بحب رقم 14 من زمان يعني وعندي حتى لسه لغايه دلوقتي عارف انت زمان الورق المجرايد لما كان بيكتب عليك حاجه بتشيلها وتشيلها فكان كابتن جمال حميد وهو بيعتزل كنت اتمرنت مع كابتن جمال تمرينين لحقت كابتن جمال 91 مثلا لحقت معاه تمارين لا 93 اول ما لعبت قبل ما يبطل السنه اللي بطل فيها اتمرنت معاه ففي اعتزاله بيعملوا معاه لقاءات وكده لقيته لوحده كده بيقولوا له مين مثلك مين اللي شايف خليفتك انا كنت بلعب راس حربه ساعتها لقيته بيقول له حازم امام انا ما صدقتش يعني انا عندي في الاهرام الرياضي لغايه دلوقتي ده كان مع صحفي ولا مصور؟ حديث سين وجيم يعني موجوده دي لغايه دلوقتي؟ عندي في البيت مين خليفتك في الملاعب كتب في لعيب طالع اسمه حازم امام استنوه ما صدقتش يعني فطبعا كان بالنسبه لي خصوصا كابتن جمال بالنسبه لي انا اسطوره يعني